سعيدة. أيام بعد إصداره أغنيته الجديدة قصة حب، حل الفنان سعد رمضان ضيف على الورشة بمركزها ببلدة برجة بلقاء حواري مع مجموعة من الشباب والصبايا، خبر فيها عن تجربته الخاصة مع الفن والنجاح، وجاوب الحضور عن كل الأسئلة يلي طرحوها لإعطاء الأمل بعد كل الظروف الصعبة يلي عم تمرق على البلد. كاميرا جديد كانت موجودة وأجرينا اللقاء مع سعد يلي خبرنا فيه عن أغنيته الجديدة وآخر أخباره. الحب لازم ينعش بخير دايم ينحس. الورشة بهالأيام اللي نحن فيها مثل الغنية إلى قيمة كتير كبيرة بزمن الفن اللي عم بيطلع فنون هيك شوي هابطة، سو نحن بحاجة لغنية تكون إلى قيمة لحتى نرجع نفرجي أنه لا في فن حقيقي. نفس الشيء اللي عم بيصير اليوم بالورشة هو لنفرجي أنه لا في ناس بعدها بتفكر، وفي ناس بعدها عند القيم، وفي ناس بعدها بتفكر بشكل صح. سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت. أغنية قصة حب هي كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، وتوزيع إليا نستا، وإخراج كفاح بلاني. هيدي الأغنية أنا يمكن عامل لهلأ من 12 سنة فوق 30 غنية. هيدي الأغنية تحديداً هي أكتر أغنية تعثرت فيها الأمور لحتى وصلت لها، وبعدها لليوم عم تتعثر لآخر لحظة صدقاً، يعني مش كتير ناس بتعرفها. صار في ظروف، صار في انفجار بيروت، صار كتير إشي أخرتنا. أنا هيدي الأغنية مفروض تنزل من سنة، فظروف اللي صارت بالعالم كلياته أخرتني بشكل كتير كبير، بس أنا قلت أنه هاي الأغنية سبحان الله يمكن ربنا عم بيعمل هيك لأنه تارك لها الوقت المناسب. الحب أسلوب حياة من أحساسه بس، الحب لازم ينعاش. الأصداء من أول يوم كانت جدا رائعة، أغنية مضمونة، كلامها موضوعها جدا صادق بشكل غريب عجيب، ومن أقوى الكلمات يمكن اللي غنيتها أنا بمسيرتي الفنية. يعني اليوم النجاح حلو كتير، والنجاح مش سهل بس أنه مقدور عليه، بس الاستمرارية هي صعبة. بحاول دايما بالأغاني اللي بعملها من أغنية لأغنية استمر بشكل متقدم شوي صغيرة، ما بحب أمشي مع الماشي أكتر ما بحب أعمل شيء أنا مقتنع فيه، أقدم فن صح وهيدا اللي بيهمني أكتر شيء. أكيد ما كل شيء نحن منوصله بنملي بعد دقيقة. لهون مشاهدينا تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهيتها.